أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة، استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. بدء امتحانات الشهادة الوطنية بساوة. ورشة عمل تعليمية في مدينة كرن. تركيب الطاقة الشمسية في مستشفى حجاد. الرئيس الفلسطيني يتهم حماس بمحاولة اغتيال رامي حمد الله. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على مرحلة الانتقال للانفصال. وعاصفة تودي بحياة 17 شخصا بمدى قشقر. أهلا بكم من التفاصيل. بدأت يوم الاثنين في ساوة وكافة أقاليم البلاد والرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية امتحانات الشهادة الوطنية للمرحلة الثانوية، ويجلس في الامتحانات التي تستمر حتى 24 من مارس 14437 طالب، 12121 منهم من مدرسة وارساي كال الثانوية، ويؤدي الطلاب المتبقين الامتحانات في نقاط جامعة أسمرة وإصلاحية سنبل ودقام حرب وحقات وأفعبت وعصب وما حبار ونخفة والمدرستين العالميتين للجالية الإريترية في الرياض وجدة. وأشار مركز الامتحانات في المعهد الوطني للتعليم العالي أن 7284 من الممتحنين هن طالبات، ويبلغ هذا العدد نسبة 50.5%. وكان عدد الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة الوطنية عام 2017 13540 طالبا، منهم 6937 طالبات. دعت ورشة العمل التي نظمت في مدينة كرن لتعزيز عمل وتنسيق المجتمع والمؤسسات التعليمية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص في الجهود الجارية لتنشئة الطلاب والانضباط وقيم المجتمع إلى جانب التعليم الأكاديمي. وأوضحت مسؤولة وحدة الثقافة والرياضة والصحة في مكتب التعليم بغليم عنسبة السيدة نجاة الأمين في الورشة التي شارك فيها المعلمون والمدراء ولجان الآباء وجهات أخرى أن من الضرورة وجود برامج تعبوية ورعاية جاذبة للمعلمين وأولياء الأمور وشركاء لإحداث تغيير عادات لدى الطلاب. وبحثت الورشة المواضيع التي أجريت عليها الدراسات مسبقا مثل التأخير أثناء بدء العام الدراسي وتأخير الدخول إلى الفصل والإهمال لتنفيذ تعليمات المدرسة والتسيب الذي يتوجب تصحيحه. وأوصت لاتخاذ خطوات سريعة تصحيحية للطلاب وتقوية الرعاية قبل التعليم والاهتمام بالبنية التحتية لعكس الطلاب هواياتهم وقدراتهم. ودعا مدير مدينة كرن السيد زرزق داويد في الكلمة التي ألقاها لتفعيل عمل لجنة الآباء وتنفيذ مهامها جيدا، مؤكدا على استعداد إدارة المدينة لتقديم المطلوب منها لضمان تطوير التعليم والطلاب. من جانبه أوضح ممثل مكتب التعليم في إقليم عنسبة السيد محمد عمر عبد الله عن تنفيذ القوانين الذهبية للمدارس في كافة المؤسسات التعليمية وتقييم نتائج الورشة في جميع المدارس، مشددا بأن مدراء المدارس أساس الإدارة والرعاية الجيدة. وكان مكتب التعليم في إقليم عنسبة قد بحث في شهر ديسمبر الماضي لتقييم أوضاع انضباط الطلاب بالتعاون مع شركاء في 13 مدرسة. تم تركيب موليات الطاقة الشمسية في مستشفى حجات لتدعيم الخدمات الصحية المقدمة. وقال خبير الطاقة الشمسية في وزارة الصحة السيد والد حيلاب أن البرنامج مواصلة لجهود ضمان توفير الطاقة لخدمات أجود. وذكر المسؤول عن صيانة مولدات الطاقة الشمسية التي ركبت مسبقا ضمن هذا البرنامج في 19 مؤسسة تعليمية بأقاليم الأوسط الجنوبي والقاشبركة، وتبذل الجهود لإكمال العمل في المؤسسات التعليمية المتبقية في شهر أبريل المقبل. وأشار إلى أن معدات توليد الطاقة الشمسية تدوم لخمسة إلى ست سنوات باعتبارها متطورة، وقد عين عامل للعناية بها في كل مؤسسة صحية. وقامت وزارة الصحة بتركيب مولدات الطاقة الشمسية في 34 مؤسسة صحية على مستوى البلاد لضمان توفير الطاقة الكهربائية.
عقدت شرطة المرور في إقليم القاش بركة اجتماعا مع السائقين بشأن السلامة المرورية. وأوضح قائد شرطة المرور في الإقليم الرائد هبتم منقشة في التقرير الذي قدمه عن وقوع 634 حادث بسبب السرعة الفائقة والقيادة الخطرة وعدم منح الأولوية والقيادة أثناء السكر، ونتج عنها مصرع 61 شخصا وإصابة 384 بجرح وتدمير ممتلكات تقدر بحوالي 10 مليون نقفة. من جانبه أوضح سكرتير شرطة المرور في إقليم القاش بركة السيد ياسين محمد أن سبب معظم الحوادث هو انتهاك القانون داعيًا السائقين لإدراك الأضرار الكبيرة التي تحدثها الحوادث ومنح الاهتمام للسلامة قبل المصلحة. وأكد المشاركون على أهمية البرامج التي تنفذها الشرطة لمكافحة الحوادث. تقوم شركة حرات للمواصلات العامة بتوسيع خدماتها في مديرية جندا بتوظيف حافلات إلى الخطوط الجديدة المؤدية للدقة محرر وشيب وقح تلال لحل مصائب المواصلات. وأوضح مسؤول محطة مواصلات جندا السيد إلياس تكيه عن فتح محطة في شعب وقح تلال لحل إشكالية المواصلات للقرى الواقعة على خط جندا الشعب وشعب قح تلال وجندا الدقة محرر، وأشار إلى النتائج الجيدة التي تحققت من الجهود الحكومية لحل مصاعب المواصلات داعيا السكان لصيانة الطرق لضمان استمرارية المواصلات. وأعرب السكان عن ارتياح من خدمات المواصلات التي يحصلون عليها بأسعار مناسبة، وتتحرك يوميا 10 حافلات من محطة جندة يزيد عددها في الأسواق الأسبوعية والطلبات الخاصة. حققت أنشطة حماية التربة وحفظ المياه في مديرية الدقيح بالإقليم الجنوبي وضاحية تبادرها بالإقليم الأوسط نتائج مرضية في السنوات الماضية. ويقوم سكان ضاحيتي حي نبا وهدامو بمديرية الدقيح بأعمال بناء جدار حجري مثبت بالأسلاك في الوادي الذي جرفته سيول ويعيق حركة المواصلات وبناء الحواجز المائية، كما تجري أعمال إصلاح مساقط المياه والحواجز لحماية انجراف التربة في مناطق واسعة بالمديرية. من ناحية أخرى، قام أعضاء وزارة الأراضي والمياه والبيئة بالنفير في الأشجار التي قرصت العام الماضي في مساحة حوالي 3000 متر مربع بضاحية مبادرهو، وزرع على أعضاء 400 شتلة أشجار ألبان والزيتون وغيرها من الأشجار المستوطنة. إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة المقاومة الإسلامية حماس مسؤولية هجوم بقنبلة استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة في مارس الماضي، واصفا الهجوم بأنه عمل إجرامي ونجى الحمد الله ورئيس المخابرات الفلسطينية وقتها من دون أن يلحق بهما أذى عندما انفجرت العبوة الناسفة المزروعة على جانب طريق أثناء دخولهما قطاع غزة الذي تهيمن عليه حماس. وتوعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ إجراءات ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس ردا على استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة. ووصف عباس السفير الأمريكي لدى إسرائيل بعبارة نابية بسبب تأييده للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. هذا وأصدر المبعوث الأمريكي لدى الشرق الأوسط جيسون غرينبلاد بيان وصف فيه تعليق عباس بأنه غير ملائم تماما، وقال أن على الرئيس الفلسطيني أن يختار بين خطاب الكراهية وبين جهود ملموسة وعملية لتحسين حياة شعبه. توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على مرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية 2020 بما يهيئ الطريق لتحقيق الانفصال البريطاني عن التكتل الأوروبي بسلاسة. وأشار ميشيل بارني كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي إلى التوصل للاتفاق الانتقالي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتفقا على أن يتضمن الانسحاب حلا بديلا استثنائيا لتجنب أزمة الحدود مع إيرلندا. وأكد بارني أن الجانبين اتفقا بالكامل على حقوق المواطنين والتسوية المالية، غير أنه قال أن إيرلندا ما زالت تمثل المشكلة. وقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالحكومة البريطانية أن بلاده ستتمكن من إبرام اتفاقات تجارية جديدة خلال الفترة الانتقالية
وأن القواعد التجارية الحالية ستسري خلال تلك الفترة. وأكد أن الجانبين ملتزمان بالكامل بالاتفاق المؤقت الذي تم التواصل إليه في ديسمبر الماضي. قالت السلطات في مدغشقر أن 17 شخصا قتلوا جراء عاصفة مدارية ضربت شرق البلاد مطلع الأسبوع الحالي. وقال مكتب إدارة المخاطر والكوارث أن العاصفة إلاكيم أدت كذلك إلى نزوح أكثر من 3000 شخص. وصلت العاصفة إلى منطقة مانارا الواقع على بعد 635 كيلومتر شمال شرقي العاصمة نتاناريف، مصحوبة برياح بلغت سرعتها 58 كيلومتر في الساعة. وفي يناير الماضي قالت مكتب إدارة الكوارث أن 51 شخصا لغوا حتفهم جراء العاصفة المدارية آفا. قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر في افتتاح المنتدى العالمي للمياه في العاصمة برازيليا أن على العالم أن يسرع جهوده لتجنب فقدان كارثي لامتدادات المياه، وذلك بعد أن قالت الأمم المتحدة أن 5.7 مليار شخص قد يعانون من شح مياه الشرب بحلول عام 2050. ويشارك في المنتدى الثامن الذي يستمر أسبوعا 15 من رؤساء الدول والحكومات و300 رئيس بلدية وعشرات الخبراء، ويتوقع أن يحضره نحو 40,000 شخص. ويأتي المنتدى بعد نشر تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه عام 2018 الذي قال أن نحو 3.6 مليارات شخص أو نصف سكان العالم يعيشون في مناطق يمكن أن تصبح فيها المياه نادرة في شهر واحد على الأقل في السنة. ويركز المنتدى على شبح انهيار إمدادات المياه في مراكز المدن مثل ما كاد أن يحصل في مدينة كيب تاون في هذا العام، ويوجد أكثر من ربع موارد المياه المتجددة في أمريكا اللاتينية. المحطة الرياضية تأتيكم بعد قليل. توجد دراجة الكولومبي ألفارو هوديج عضو فريق كويك ستيب بلغب المرحلة الأولى من طواف كاتالونيا الإسبان للدراجات الهوائية الذي يقيمت أولى فعالياته أمس الاثنين. وحسم الدراجة الكولومبي مسافة المرحلة التي امتدت ل 152 كيلومتر في ظرف زمني قدره 3 ساعات و39 دقيقة بعدما تفوق في سباق السرعة القصوى النهائي الذي جرى بين مجموعة صغيرة في الأمتار الأخيرة. ويشارك 3 دراجين إيطاليين في الطواف الكاتالوني وهم برهو قدوس وناثني البرهاني رفقة فريق دايمينشن داتا ودانيال تخلايمانوت مع فريقه الجديد كوفيديس. وقدم الثلاثي أداء قوي في استهلالية الطواف حيث فاز مرهو قدس بالمركز 24 تلاه ناثنائيل بالمركز 64 دون أن يفقد أي فارق زمني، فيما حل دانيال تخلع المانوت بالمركز 74 بعد المئة. هذا وفي سباق ذات صلة حافظ الدراجة الإيطالية مخسب دبسي على موقعه مع الطليعة في ختام المرحلة الثالثة لطواف لانجاكاوي الماليزي الذي أقيمت فعالياته اليوم الثلاثاء. إلى جانب ذلك يخوض الدراجة الشاب عود هابتون منافسة طواف نورمادي مع فريق الإسباني بولارتي كوميدا، وسجل عود هابتون نتيجة طيبة في بداية الطواف بحلول الرابعة في المرحلة الأولى التي جرت يوم الاثنين. إلى هنا مشاهدينا الأفضل نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نشكركم على حسن المطابقة والإصغاء. في أمان الله وحفظه.